جماعة منين ايه، رجعت لكم بفيديو جديد وتركاية جديدة يا رب تعجبكم. النهاردة هنعمل تريك بتاع الاسبونج. معايا هنا كورتين حمر جميل على الترابيزة، الكاميرا تجيب معايا هنا الكورتين، همسك كرة هنا في الايد ديت وامسك الكرة هنا في الايد التانية. جميل، معايا هنا واحدة ومعايا هنا واحدة، هرمي ديت هدخلها هنا، بقى معايا الاتنين في الايد ديت، ازاي اتنقلوا انا معرفش. طيب انا دلوقتي محتاج كورتين تانيين عشان اقدر اكمل التريك بتاعي، مش هسيبه كده. طيب هجيب الكورتين السحريتين من جيبي، هطلع واحدة هنا احطها في الايد هنا، وواحدة تانية هحطها في ايدي برضو. جميل، شايفينهم؟ اكيد مش شايفينهم، انا لما اقفل ايدي وافتح هتشوفوهم. طيب هقفل كده اهوت، جميل، وهفتح، لسه برضو مش شايفينهم بس انا شايفهم. جميل، هاخدهم كده واحطهم جوه العلبة. جميل، هفتح العلبة معايا، ايه ده؟ ما دخلوش؟ مفيش اي حاجة؟ طيب هنقفل كده العلبة وهنحطها هنا. عشان انا نسيت ما اعمل دي اهو. جميل، هنفتح كده العلبة، اهم اتظهروا الكورتين موجودين اهم. شكرا، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتدعموني بلايك وكومنت. شكرا.